السلام عليكم ورحمه الله. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناه فود كافي بيزات، قناه الكره الجزائريه واخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. بدايه ما تنساوش الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. صحه رمضانكم صحه فطوركم. اذا اليوم راح نتكلموا عن حوصله او عن الرابح والخاسر من تربص المنتخب الوطني الجزائري، يعني اللي شمل مباراتي النيجر 2-1 ذهبا 1-0 ايابا والتاهل الى نهائيات كاس افريقيا شهر جونفي 2024 بالكوت ديفوار. اذا اكيد بعد نهايه التربص هناك لاعبين رابحين وهناك لاعبين خاسرين، تربصات قليله، مباريات قليله، مباريات معدوده على الاصابع، وبالتالي الان على كل اللاعبين ان يستغلوا الفرصه نتاعهم. بداوا من حراسه المرمى، عندنا موندريا وعندنا كذلك الحارس زغبا. موندريا تلقى هدف في المباراه الاولى، هدف نشوف بانه خطا من موندريا، لكن نقول انه خطا يحصل، ممكن هو نقص تركيز، غياب تركيز، خرج من مرماه وتلقى هدف، اكيد انه يحصل. لكن موندريا كحارس الامكانيات نتاعو اكيد معروفه عند الجميع، كذلك زغبا حارس مميز، لكن الان انا نشوف بانه بالماضي التربصات القادمه لازم يثبت على حارس، لانه الحارس حساس، مركز حساس، لازم يكون عندنا حارس يلعب مع كل اللاعبين باش يبقى فاهم معاهم. نروحوا الى خط الدفاع. الدفاع انا نشوف اللاعب الخاسر هو توبا باختصار. توبا خسر للامانه مكانته بنسبه كبيره وكبيره جدا، بالعيد تم استدعاؤه ولم يلعب اي دقيقه، اعتقد انه لن يتم استدعاؤه مره اخرى. شكون اللي ربح؟ هو بن سبعيني، اكيد بن سبعيني ربح مكانته وراح يكون اساسي في خط الدفاع الوسط، والى جانبه توغاي او ماندي لو انبعثوا العاطفه. نقولوا ماندي خسر الكثير من النقاط في المباراه الاولى، واعتقد انه حاليا الثنائيه حسب هذا التربص بطبيعه الحال توغاي وكذلك بن سبعيني هما الثنائيه اعتقد اللي راح يعتمد عليها بالماضي في قادم التربصات. على الجهه اليمنى ليريس لم يقدم ذلك الشيء الكبير، نعم ما كانش سيء لكن ما كانش يعني اللاعب البارز وقدم الاضافه الكبيره، على عكس من ذلك جيتون اليوم اثبت نفسه خاصه من الناحيه الهجوميه، دفاعيا ما نقدرش نتكلم عليه. الجهه اليسرى ايث نوري اثبت نفسه يعني نقولوا فوق العاده، ويعني نقول انه ضمن المكانه تاعو الاساسيه خلاص صمرها، ما كاش اللي ينحي ايث نوري الان، حتى انه بن سبعيني خلاص راح ينافس او بطبيعه الحال راح يكون كلاعب دفاع في الوسط. حجام اللي خيب، انا نقول صراحه خيب، نعم هو مازال صغير مازال شاب، شفنا مع نونت يقدم مباريات كبيره، مع اف سي باري نفس الشيء كان يقدم مباريات كبيره، مازال عنده الوقت باش يقدم، لكن هذا التربص لم يقدم ما كنا ننتظر منه، لكن اعتقد راح يتم استدعاؤه كذلك في التربصات المقبله. نروح الى خط الوسط، اكثر اللاعبين اللي خسروا هو بوداوي. بوداوي خسر الكثير في هذا التربص ولم يقدم شيء الكثير، واعتقد انه من الصعب جدا انه راح يلعب كلاعب اساسي في التربصات المقبله. زرقان ما لعبش كامل، هذا ما يدل على انه بالماضي لا يثق في هذا اللاعب، وبقدوم عوار اكيد زرقان هو اللي راح يكون ضحيه، حتى قادري جاء لعب دقائق قليله جدا في المباراه تاع اليوم، وبالتالي نشوف بانه قادري كذلك نفس الشيء لا ينال ثقه جمال بالماضي. اللاعبين اللي ربحوا كثير نشوف بانه بن طالب ربح لانه لعب مباراه اولى وزاد لعب اليوم، يعني انه يثق فيه. بالناصر هو بالناصر ما نهضروش عليه. شعيبي شعيبي اللهم زد وبارك ما شاء الله، لاعب ممتاز ومميز، واعتقد راح يكون لاعب اساسي في المنتخب يعني دون نقاش. زروقي مازال هو زروقي اللي نعرفوه، مش يقدم الشيء اللي رانا نشوفوه مع النادي نتاعو، وبالتالي اعتقد انه ممكن جدا انه يفقد المكان الاساسي نتاعو لبن طالب او حتى لعوار لما يجي، وانا نشوف انه خط الوسط لما يجي عوار راح يكون عوار بن ناصر وكذلك شعيبي في خط الهجوم. خط الهجوم راح نتكلم عن محرز. محرز لو نتكلم اليوم عن الارقام نتاعو يعني حطم، ما نقولوش حطم ارقام وانما حقق رقم مميز جدا واثبت نفسه بدرجه كبيره جدا. اذا نقول بانه محرز يساهم ب 0.73% من اهداف المنتخب الوطني الجزائري كل مباراه، يعني او منذ ان جاء المنتخب محرز يسجل 0.73% من الاهداف اللي سجلها المنتخب الوطني، سجل 3 اهداف وقدم 2 اسيست في اخر 6 مباريات مع المنتخب الوطني، هذا امر جميل وجميل جدا. ثالث هداف والاكثر صناعه للاهداف في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري. اذا نقول بانه محرز حاضر، واللي يقول محرز لا يقدم جيدا او رد عليه محرز في الملعب، ومحرز رقم مميز ورقم ثابت، احد افضل اللاعبين نقولها بكل صراحه في العالم،
واكيد نحتاجه مع المنتخب الوطني. لو نجي نشوف في الطرفين، الطرف الاخر شعيب تكلمنا عليه، بوعناني كذلك اثبت نفسه واكيد هو مشروع لاعب ممتاز ولاعب مميز. نتكلم عن دولور، خيب كثير خيب كثير، واعتقد انه ممكن جدا اذا ما استدعاهش بالماضي ما راح تكون يعني مفاجاه. بونجاح اثبت نفسه، برافو لبونجاح، قدم كل ما عليه واثبت نفسه، وسليماني يمكن انه يخاف على المكان تاعو. بصفه عامه هذا هو عموره، ما تكلمش على عموره، عموره ما بينش الشيء الكبير في هذا التربص، وبالتالي اعتقد راح يراوح مكانه لاعب ثانوي فقط في المنتخب الوطني. اعزائي المشاهدين، هذا باختصار كل ما قدمه لاعبينا رابحين وخاسرين. بالتوفيق للمنتخب الوطني في قادم المواعيد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.